الفنانة بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني فاجأت الجمهور اليوم بنشر صور ابنتيها أمايا وتاليا لأول مرة، وكشفت عن ملامح بناتها بوضوح للمرة الأولى بمناسبة عيد ميلادهم اليوم. ونشرت بسمة بوسيل مجموعة من الصور لابنتيها أمايا وتاليا على حسابها بانستجرام، واستعرضت بها أبرز لحظاتها مع بناتها بمناسبة عيد ميلادهم، واحتفلت بهذه المناسبة برسالة وتهنئة لهن، وقالت: عيد ميلاد سعيد يا ملائكتي، أنا ممتنة لأنكما معا، الله يحميكن دائما ويبارك في طريقكن. ولقت الصور تفاعل كبير من الجمهور ومتابعيها وزملائها الفنانين أيضا، والذين تغزلوا ببنات الفنان تامر حسني وبسمة بوسيل في تعليقاتهم على الصور والظهور الأول للبنات بعدما كبروا، ومنهم الفنانة هنا الزاهد ورضوى الشربيني وغيرهم كثير. مفاجأة الفنانة بسمة بوسيل بالكشف عن ملامح بناتها بوضوح للمرة الأولى جاءت بعدما تراجعت عن قرارها بإخفاء وجه بناتها منذ الولادة، وهو الأمر الذي زاد من تفاعل الجمهور مع الصور. وعلق عدد كبير من المتابعين عن الشبه الواضح بين أمايا وتاليا مع والديهما، وظهرت ملامح الابنة الكبرى تاليا قريبة إلى والدها الفنان تامر حسني، في حين ظهرت الابنة الصغرى أمايا نسخة عن والدتها بسمة بوسيل. الجدير بالذكر أن الفنان تامر حسني وبسمة بوسيل قد مهد للجمهور عن خطوة الكشف عن ملامح بناتهم لأول مرة، حيث استعان تامر بأبنائه في تسجيل أغنية خاصة لشهر رمضان الكريم، وكشف عن موهبة أبنائه في الغناء، وقال وقتها: أغنية رمضان كريم كرة لتاليا وأمايا وآدم تامر حسني. واستعان أيضا تامر حسني بأبنائه في الظهور معه في كليب أغنيته رمضان كريم بجانب غناءهم معه، وذلك قبل نشر الصور الجديدة اليوم والواضحة لملامح ابنتيه تاليا وأماليا بمناسبة عيد ميلادهم، حيث ولدت تاليا في يوم 4 مايو من عام 2013 وولدت أماليا في يوم 3 مايو من عام 2015.